السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب. ترحب بكم أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية التظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجلكم، وكلما ازداد عدد المشتركين نزداد عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والوريث والمستفيد والأسرة والجرحى والأرامل والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية وطرحها أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون بغداد. نحب أنوه على شغلة لاحظها من زمان وحاليا، وهو العلم العراقي. الساريات اللي انبنت وصرفوا عليها ملايين ولا علم مرفوع علم عراقي عليها، حتى كان فيها حبل لتروح اشتري العلم 5000 10 وخليه. والله قبل 3 أيام 4 رحت على السارية الموجودة، لقيت الحبل ماكو، ما موجود حتى الحبل ماكو. ثانيا نفسه العلم العراقي فوق الوزارات والدوائر والمدارس يرثى له ممزق. الوزير إذا ما قاعد يحترم العلم، مدير المدرسة ما يحترم العلم، الدوائر الدولة ما تحترم العلم، فأين هو الاحترام بس على الراتب، بس على المناح والحوافز والمساعدات، تركضون وتناشدون هو كله ب5000 هنا بسوق السراي. العلم ايش قد يعني قيمته هو؟ يعني من التبرعات مال الطلاب، من تبرعات الشايشي الموجود بالدائرة، اشتري علم 5000 وعلقه احسن من ما العلم ممزق ووصخ. وحتى مو بس هذه، فوق المحاكم هاي عندي صور العلم واقع ومخربط، محكمة قاضي يعني بس حاط القرآن ومغلفه ببصلة يحط ايده، والله العظيم اقول الحق والعلم العراقي منتهي واقع. فوين العدالة اذا العلم ما محترمينه ولا تديرون بالكم عليه؟ فشلون راح تديرون بالكم على هذا الشعب والوطن؟ هاي مناشدة الى من يهمه الامر. ونفس الوقت هذول النواب يعني صار يومين علقوا صورهم ولا واحد حاط العلم العراقي، مجرد حاط وراء التبعية مالته، الشخص اللي يتبعه حاط صورته، ما هو اما لابس القاط ورباط، حط على صدرك العلم العراقي حتى نعرفك عراقي من يا دولة، من جاينا، من الشيشان، من باكستان. شكرا لكم. اخبار صحتك يعني؟ اي والله لان انت تهمنا. لا وشجاعته ايضا، شجاعته انت والله العظيم على كل المكان. استاذنا العزيز، السؤال بالنسبه للمتقاعدين، يعني صار لهم 5 سنوات او 6 سنوات يطلعون تظاهرات واعتصامات بباب مجلس النواب، ما بهيئه التقاعد، وبالتالي حصلوا على زياده خجوله، يعني اعتبروها البعض انه 100,000 مقارنة بارتفاع السوق وحاليا والوضع اللي تشوف انت، يعني هاي منصفة بسم الله عليك، يعني لازم انه يراعون، وخاصة الفئات اللي طلعت تقاعد خدمت وانتجت بالبلد وضحت وقدمت. احنا السيد رئيس الوزراء يعني كان من برنامجه يقلل رواتب الدرجات العليا ويصعد رواتب الدرجات الدنيا، هذا ما حصل، يعني هذا كان عليا وعد كان المفروض ينفذه. هاي الزيادة 100,000 يعني فنقول مشكورين، لكنه قليلة، لأنه لا يزال أكو طبقة تأخذ رواتب متدنية، وعلى شريحة المتقاعدين يأخذ رواتب جدا قليلة، وأكو ناس تأخذ تقاعد كلش خيالي ورقم كبير. فكان المفروض أنه وعد رئيس الوزراء يفي بتقليل رواتب الدرجات العليا، المسؤولين الكبار تتقلل رواتبهم، وفارق السعر هذا يقدر يعالج به الرواتب القليلة. العراقيين همه الوحيد في بناء حياة أفضل للعائلة العراقي والمجتمع العراقي، همه الوحيد رفع معاناة الأسرى المتقاعدين
الرعايه الاجتماعيه، هم الوحيد في هم الوحيد في كذلك رفع حالات الايتام، رفع مستواهم المطلقات، تعالج هموم المجتمع العراقي وكذلك المستفيد. يعني احنا لو نلاحظ عدد المتقاعدين حوالي 5 ملايين 3 ملايين متقاعد، الرعاية الاجتماعية جد بالمليون، الأسرى والمستفيدين أرقام كبيرة جدا، حوالي لو نجمعهم بيطلع 5 ملايين 6 ملايين، وهي قناة وطنية تعالج واقع اقتصادي. وكذلك هذه القناة خلي ببالكم، هذه القناة تنظر إلى المكونات ولا الثقافات نظرة متساوية واحدة دون تفريق، أي تمتلك هوية وطنية، تمتلك مشروع وطني للشعب العراقي. هاي نقطة. النقطة الثانية، هذه القنوات لها كادر يعالج هموم المواطن، عندها هويات. المفروض أنا أعتقد بما أن هذه القنوات تنظر إلى المكونات ولا الثقافات نظرة متساوية دون تفريق، وبما أنها تمتلك هوية وطنية ومشروع وطني، المفروض هذه القنوات المشاركين بدل ما 45 ألف مشارك أو 30 ألف مشارك، المفروض 5 ملايين مشارك في هذه القنوات، لأن تمتلك قرار وطني، وكذلك توصل إلى صاحب القرار في إيصال صوت ومعاناة المواطن العراقي، صوت ومعاناة المجتمع العراقي. أنا أعتقد هذه القنوات المفروض توازي قناة العراقية. قناة العراقية عدد المشتركين حوالي 5 ملايين 8 ملايين، وأكو بعض القنوات قنوات دون المستوى المطلوب، يعني تعالج الرياضة أو تعالج النكات معينة، لكن لاحظ مشاركين بها حوالي 3 ملايين 4 ملايين، في حين القناة المتقاعدين العراقيين اللي هي قناة مشروع وطني للشعب العراقي، المفروض هذه القناة توازي قناة العراقية، وزيدك علم هذه القنوات توازي قناة العربية وتوازي قناة الحدث وتوازي قناة القناة المهمة، توازي قناة مثلا دجلة أو توازي قناة الرشيد بعدد المشاركين فيها. المفروض هذه في سباق الماراثون قياسات المساقات، المفروض 5 ملايين مشارك في هذه القنوات و7 ملايين مشارك في هذه القناة، أي توازي قناة العربية وتوازي قناة العراقية، لأن هذه القناة قناة وطنية، تمتلك هوية وطنية، تمتلك مشروع وطني يخدم المجتمع العراقي ويعالج واقع اقتصادي يهم العائلة العراقية، يهم المجتمع العراقي. نتمنى من إخواننا المتقاعدين ومن الأسرى ومن المستفيدين ومن الرعاية الاجتماعية على قدم وساق المشاركة في قناة المتقاعدين من أجل إيصال أصواتنا إلى صاحب القرار في المجتمع العراقي. وشكرا.